أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. تعالوا نفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل يوحنا إصحاح 19، ورح نقرأ من الآية 4. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرج إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، وقال بيلاطس فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: أصلبوا. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم أصلبوا، لأني لست أجد فيه علة. لنحن رؤوسنا ونصلي. يا أبونا السماوي المبارك، ما في أجمل يا رب من أنه نتمتع بكلمتك، ونؤمن يا رب أنك رح تكلمنا وتكلم قلوبنا لمجد يسوع المسيح. نصلي كل المجد لك وحدك، آمين آمين. واضح من الآيات اللي قرأناها، يسوع في أشد المواقف صعوبة واقف أمام بيلاطس، والوقف هاي مش إذا كان بده يدفع مخالفة ولا رح يكون المبلغ 1,000 ولا 2,000 شيكل. المحاكمة هاي مع أن كلها مش عادلة وأساسها كله غلط، بس برضو الموقف هذا واقف حتى يتحدد مصيره. وبيلاطس يقول هذه الكلمات في الآية 4: أني لست أجد فيه علة واحدة. محكمة بشرية أمام شخص عنده سلطان، ولكن هذا الإنسان عم يتطلع على يسوع وبقول: أنا مش شايف فيه شيء غلط، علي. وكأنه بيلاطس مرتين، شوف هاي الآية والآية اللي بعدها، خلينا نقول الآية مش بالضبط اللي بعدها، الآية 6 كمان مرة بقول: لأني لست أجد فيه علة. مرتين يسوع يتبرأ على لسان هذا الإنسان، وكأنه بقول إنه بلا لوم. فالشيء المميز بربنا مش بس إنه إحنا بنطلع على يسوع إنه هو الله المتجسد كامل، بس بيلاطس ما شافه بهي الطريقة، ما كان حدا أصلا يعرف أنه هو الإله المتجسد، أما نظر عليه كإنسان. يسوع الإنسان، ابن الإنسان الذي كان على الأرض، حياته كانت بلا لوم. وابتداء من بيلاطس بقول هذا الكلام. تعرف مش هواي اليوم تروح توقف بمحكمة والمحكمة المفروض تحدد مصيرك، المحكمة مفروض إيه تحدد مصيرك، ولكن الحاكم ينظر يقول: أنت بلا لوم بلا علي، ما فيش إشي بقدر أحكم على هذا الإنسان، ما في عايش. ولكن وسلموا لليهود، قال: أنتوا بدكم تحكموا عليه، أنتوا حكموا على كيف بدكم، أنا ما بقدر أحكم عليه لأنه ما فيه علي. كلنا بنعرف لما يسوع علق على الصليب، وضعوا على الصليب لافتة، وكانت علة يسوع اللي لقوها اليهود مكتوبة على هاي اللافتة. شوفوا شو بقول الكتاب في إنجيل متى 27 والآية 37، شوفوا علة يسوع. بيلاطس قال: لا أجد فيه علة واحدة،
اليهود شوفوا شو كتبوا عيلته ليسوع. هذا هو يسوع ملك اليهود. اليهود قالوا لا مش احنا بنقول هو ملك، هو بيقول. احنا قالوا ما قد كتب فقد كتب، خلصنا. لاحظوا علة يسوع، يعني الاشي اللي يلام عليه انه يسوع المخلص ملك. ملك، كيف بدك تعير بنادم بتقول له انت 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 ملاك؟ علي لي شوي الميكروفون، قول انت ملاك، انت امير، انت ملك. فجعلوا فوق راسه علة مكتوبة، هذا هو يسوع ملك اليهود. شو عم بحاول أوصلكم؟ يسوع حياته على الأرض كانت مميزة، حتى بموته، حتى بموته لما حكم عليه من قبل اليهود نفسهم، ما كان عندهم كيس، ما كان عندهم قضية، لدرجة جابوا شهود زور. حياة يسوع كبنادم على الأرض كانت مميزة. أدرس يسوع، أدرس شخصيته كبنادم عايش على الأرض، ما بتقدر تلومه بأي شيء. جيب كل الأنبياء، مين بدك، من صغير لكبير، من آدم لآخر واحد، كل واحد عنده مشكلة. كان موسى، إبراهيم، داود، مين، بولس، بطرس، فيش بنادم على الأرض هون مشي إلا ما يكون فيه مشكلة. يسوع بقول الكتاب عنه بلا لوم، بلا لوم. تعال نشوف يوحنا 14:30، يسوع بيشهد عن نفسه. أتعرف شو، خلينا نروح يوحنا 1:5 بالأول، إنجيل يوحنا 1:5 قال: والنور يضيء في الظلم والظلمة لم تدركه. كان نور هو يضوي، والظلمة ما كانت تقدر تفوت عليه، ما كانت تأثر عليه. هذا حياة يسوع على الأرض. في إنجيل يوحنا 14:30 بقول: لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم، مين رئيس هذا العالم؟ الشيطان، يأتي وليس له في شيء. إبليس ما بيقدر يلومني على أي شيء. واو، المشتكي على أخوتنا، هذا اسمه المشتكي، إبليس عند يسوع ما بيقدرش يشتكي، ما فيش عايش يشتكي. شوفوا حياة هذا الإنسان تميزت عن باقي البشر. وديروا بالكم الكتاب بيقول مجرب بكل شيء بس بلا خطية. مش تقول لي كان الله المتجسد، يسوع ما كانش الله المتجسد على الأرض بالمعنى أنه الله، لا لا لا، كان إنسان كامل. حتى هو كان يستخدم اسمه ابن الإنسان حتى يقولنا أنا زيك كنت على الأرض. يعني الأشياء اللي أنت كنت ممكن توقع فيها هو كان ممكن يوقع فيها، ولكنه اختار يعيش القداسة. الأشياء اللي احنا بنتحارب فيها هو تحارب فيها، عشان يقبل الكتاب مجرب في كل شيء. ليه أسيس كيف تحكي أنه ما كانش الله على الأرض؟ آه الكتاب يقبل قال أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. شو يعني أخلى نفسه؟ يعني تخلى عن صفاته الإلهية، هي معنى أخلى نفسه. في يسوع الأرض ما ضلش الله يتمشى بين، لا لا لا، كان ابن الإنسان لأنه تخلى عن الصفات الإلهية وصار إنسان. حتى مش بس إنسان، بقول آخذا صورة عبد. فيسوع كبنادم كإنسان كان زينا عشان يقدر يعين المجربين. هذا الهدف من التجسد اصلا، عشان يقدر يعين المتجربين. لما كريستين بتحكي عن الوجع، عم تحكي لإله اللي اختبر الحزن، بقول الكتاب اختبر الوجع، هي اشعياء 53. ولكن حياته كانت بلا لوم. لا أجد علي، بيلاطس بقول لا أجد علي، وهو بقولون رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيها شيء، يعني لا يقدر أن يشتكي علي. هذا يسوع ابن الإنسان، يسوع
ابن الإنسان. بسفر أعمال الرسل بيوضح هاي الموضوع إنه بيلاطس بيقول لم أجد علة فيه. شوف شو بقول أعمال الرسل صح 13 والآية 28، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت، ما فيش مش عايش تحاكمه أصلا، طلبوا من بيلاطس أن يقتل مع أنه لم يجدوا. ما بحبش دور أدرس شخصية يسوع يا عمي، أنا أمرات بقعد أدرس شخصيات الأنبياء، نقرأ عن داود قلبك قلب الله وعمايله عمايل الله يستر. موسى بحاله بسبب غضبه الله منعه يدخل على أرض الموعد اللي جاب شعب إسرائيل من آخر الدنيا، جاب لهون هو نفسه ما فات لهون. إبراهيم أبو المؤمنين استغربوا، تعرف إن إبراهيم كذب؟ يعني كمبينة، يعني نص كذب، يعني كذب يعني تزبط على الشقتين. قال عن مرته إن هي أختي مرتين، مزبوط؟ قال عن مرته إن هي أختي، هي أخته بس مش 100% نص، بس كذب، شعر بالضعف. جيب لي شخصية كتابية بورجيك قديش الكتاب يذكر خطاهم، وفي هدف لهذا. حتى قلنا البشر، هني بشر. ابن الإنسان بقول لم يجد علة واحد للموت، الظلم لم تدركه. وهذا هو إلهنا الرب يسوع، لصرخة الملائكة في أشعياء 6 تقول قدوس 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 رب الجنود. طيب ليه أنا عم أشارككم بهذا؟ أنا عم أشارككم بهذا حتى أقولكم يسوع على الأرض كان إنسان بطبيعة بشرية بصفات بشرية، قدر يعيش حياة نقاء وطهارة، حياة مرضية قدام الرب، حتى الحكام ما لقوش فيه علي. هاي الطريقة من الحياة يسوع دعانا نعيشها. اسمعوا شو بقول الكتاب، افتح معي رسالة يوحنا الأولى صحاح 2 والآية 6. يوحنا الأولى 2 والآية 6، من قال أنه ثابت فيه في يسوع ينبغي أنه كما سلك ذاك يسوع هكذا يسلك هو أيضا. قول كيف يسوع كان على الأرض، أنت وأنا لازم نسلك، وبكل معنى الكلمة. هذا مش بس مجرد أنه يعني ما نكون ناس مناح، لا، نحن بنقدر نعيش زي يسوع على الأرض، ونحن بنقدر نكون زي يسوع على الأرض. وحتى يسوع نفسه قال، بتقول لي عجائب، مش يسوع بقول اسمع الأعمال التي أنا أعملها تعملون أعظم منها. حتى الموضوع مش موضوع آيات وعجائب، بس الموضوع موضوع السلوك، موضوع السلوك، كيف كان يطلع على الناس، كيف كان يطلع على بني آدم، كيف كان يرضي ربنا، كيف كان يعيش الطهارة، كيف كان يعيش المحبة، كيف كان يعيش العطاء، كيف لأعدائه حتى كيف عملهم. يسوع بقول يا شعب الرب انتوا كمان تقدروا تعيشوا زي يسوع، تقدروا تعيشوا زي. شوف مثلا فيليبي صح 2 والآية 15، الله بقول بدو يانا 2 والآية 15، فيليب 2 والآية 15، لكي تكونوا بلا لوم. احنا كمان نقدر نكون بلا لوم، اوكي، تعرف اللي بدي يلوموك عشان هن حابين يلوموك، ما يسوع كمان بالنسبة لليهود كان لازم يموت، بس مش عم نحكي على اشي مزيف لانه الناس بتحبك، لانه الناس، لا، نحن نحكي عدل. لما منوقف قدام العدالة
راح العدالة تقول لست أجد فيه علة واحدة. بس أنا فهموني شوي، أنا مش عم بقولكم كلام، أنا بعرف كلنا بشر وكلنا منغلط، بلا لوم مش معناته منغلطش، بلا لوم ما فيش عايش نعير، أوكي؟ في فرق. يعني إذا بدي يجوا الناس يطلعوا على حياتنا مش رح يقولوا هذا كامل، باللحظة اللي يوسف بيصير كامل ما يغلطش تأكدوا أنه الرب إجا خلصت الدنيا، لأنه مش معقول. ليس أحد ويعمل صلاحا إلا ويخطئ. أنا مش عم بحكي لا، عم بحكي أنه نحن حياتنا ما في حدا يعيرنا عليها. فاهمين شو يعيرنا؟ يعني فينا الصفات الناس بتلاحظها، الصفات. واحد بيجي بيقول لك هذا مؤمن، هذا يا زلمي لئيم، لئيم تقدرش تحكي معاه. هذا مؤمن، هذا نصاب بكذب. كم مرة سمعت الكلمات هذا مؤمن، هذاك هذا هيك هذاك هذا؟ مش لانه فينا يعني ضعفات صغيرة، لانه حياتنا تلام، حياتنا تعير. الرب ما بده نكون هيك، الرب بده نعيش زيه بلا لوم، بسطاء، اولاد لله بلا عيب، بلا عيب، بلا عيب. يعني عندك تروح تشتري سيارة، مين مرة فيكم اشترى سيارة أول ما قبل ما نستلمها؟ استنى شوي بدور هيك بتطلع عليها عشان ما يكونش فيها جرح، لأنه ما بدك أنت تشتري شيء غالي يكون فيه لوم، فيه عيب. الرب ما بده كنيسته تكون فيها عيب. بده يانا نكون بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي، بده يانا نضوي تضئون بينهم كأنوار في العالم. النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. مبارك اسمك. كمان مرة أفسس 1:4 بقول اختارنا قبل تأسيس العالم. ليش يا رب اخترتنا؟ لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. أنا بدي بس أروح على السماء، مش 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 يحمر وجهي ويخضر ويتلون، لا لا لا، بدي الرب يقول لي هلما أيها العبد الأمين ادخل إلى فرح سيدك. ما بدي أفوت على السماء وأنا عامل هيك، بدي أفوت على السماء زي الكنيسة تهتف أمين تعال أيها الرب يسوع. الرب دعانا لهي الحياة. الرب بقول يا كنيستي تعالوا نتميز، تعالوا نتميز عن باقي العالم. وهذا معنى القديسين. قديسين مش هدول يعني واحد بيصير يصلوا له وبدو لك شمع وبتصير تعمل عجائب وانت ميت وتشفي مرضى، مش هذا القديسين. القديس يعني انسان مكرس، مخصص، مميز. هذا معنى القديس. انا مكرس للرب، انا للرب، انا مميز، انا اختلف. طب تعالوا نشوف هل الكنيسة سنة 2021 تختلف عن العالم، الأشرار اللي احنا بنسميهم؟ هل الكنيسة سنة 2021 تختلف عن العالم الخاطي؟ تعال نفحص. العالم بيكذب، مين بعرف مؤمنين بيكذبوا؟ ولا حدا، بس أنا. طيب تعالوا نشوف كيف بيلبسوا أهل العالم، تعالوا نشوف كيف الكنيسة بتلبس، تعالوا نشوف لما بنغضب بيغضبوا أهل العالم، بيضربوا بعض، بسبوا على بعض. للأسف في عنا كمان بالكنائس. تعال نشوف لما تبديش يعني فاهمين خطايانا، ما احنا عارفين مين احنا. اللي بتنتبهوا له منيح منيح انه بطلنا نختلف، بطلنا مميزين، بس انه احنا بنيجي على الكنيسة والناس برا بيجوش على الكنيسة. الله بده يعمل فينا يا أخوتي، بس الله ما بيعملش بجسد غير مميز. بده يانا نضيء كأنوار. تقدرش تخبي النور، تقدرش. شايف هاي اللمبة، شايف هاي اللمبة اللي ورانا؟ تقدرش تتجنبها لأنه النور يشع. يا أخوتي الرب عم بينتظرنا عشان يعمل فينا. وهيك بقول لهم بسفر التثنية، مش تسني، لويين صح 11 والآية 44 بقول إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين. لويين 11:44
أن تقدسوا وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. يعني بدي إياكم تكونوا زيي. ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض. إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلهًا فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. إذا الله بيقول لكل شعب إسرائيل بدي إياكم تكونوا قديسين، إذن إحنا كمان مفروض نكون قديسين، مميزين، مختلفين بطريقة تفكيرنا، طريقة حياتنا، بمواقفنا، بعطائنا، بمحبتنا للناس، كيف منشوف الناس، كيف منشوف البشر، كيف منشوف أعدائنا، كيف منشوف الناس اللي بيكرهونا، كيف منشوف الدنيا كلها. لازم نكون مميزين. تذكر كلمة قديس يعني مختلف، مختلف، مميز. هذه الفكرة. فيسوع هيك عاش على الأرض بقول أنا بدي أكون تكونوا زيي، مختلفين، مختلفين. شوف محلى بولس في رسالة تسالونيكي الإصحاح الأول. تسالونيكي الإصحاح الأول عم بحكي مع هالكنيسة أولاده، بقول لنا الكلمات الرائعة. شوف تسالونيكي الأولى الإصحاح الأول بدي أقرأ من الآية 6. بقول لهم وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. صرتم إيه؟ متمثلين بنا. 100% الكنيسة بدها تتمثل بمين؟ بالقادة تبعتهم. فإذا القادة تبعهم أعوج بدي يطلع زيه، زي إحنا بنقول التلم الأعوج من الدور الكبير. الحقيقة دائما القادة هن المراية. بس إذا بتقول لي أنا مالي أسيس القادة الدينيين، القادة اسمع أعماله، اسمع أقوالهم ولا تفعل أعمالهم، استنى شوي. إذا كان القادة مش عم بوصلكوا بحسب الرب، بديك مش بس تتمثل فيه زي ما بقول بولس، تتمثل بالرب. فما في عنا حج نقول القادة مش شهادة. القادة مش شهادة، هن بيدفعوا الثمن مش أنت بتدفع الثمن، لأنه في رئيس الإيمان ومكمل يسوع المسيح بقول صرتم متمثلين بي وبالرب. إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير، ارجع لورا تعمل مروف، في ضيق كثير وبفرح الروح القدس. إيش؟ قبلتم الكلمة في ضيق كثير وفرح الروح القدس. شوف الآية بعدها، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونيا وفي أخائيا. هن تمثلوا بمين؟ ببولس وبالرب. بعدين شو صار؟ هن نفس صاروا قدوة حتى الناس يتمثلوا فيهم. قال لهم انتوا لما قبلتوا كلمة الرب قبلتوها مش هيك حيا الله ما يلا، قبلتوها حتى في ضيق، في شدة، في صعوبة، ولكن كان عندكم فرح الروح القدس، هذا جعل منكم قدوة. وهي الحياة المسيحية، احنا بنتمثل بالرب والناس اللي بتشوفنا تتمثل فينا. لما الام بتكون مصلية حتى إيش ما عملنا، مستحيل إلا مولادهم ولاده يتعلموا منا ويتعلموا من الأب كمان. أنا مش عم بحكي بس الأم، أم بتصلي ولاده بيصلوا. تقول لي أسيس في كتير ناس مؤمنين ولاده مش مؤمنين، مزبوط، بس بيجي اليوم، بيجي اليوم مستحيل النور تقدر تطفيه. الظلمة لا تدرك النور، النور بيقدر يغطي ويبدد الظلمة. أصغر شمعة صغيرة تمنع ظلمة الكون كله يقترب منا، ولا ممكن. أصغر شمعة صغيرة يمكن ما بتقدر تضوي الكون، ما بتقدر تضوي كتير لبعيد، بس ما بتقدر الظلمة تقول للشمعة أنا بطفيك، كل ما هي منورة بتضل تشع. فإذا أنت مصلي، إذا أنت أمين، إذا أنت صادق، إذا أنت محب للرب، إذا أنت عايش محورك الرب. من زمان ما شفناش ناس عايشين للرب. صدقوني شو بحكيكم، تعرف شو يعني عايش للرب؟ أنا بقول لك شو، شايف بجيبتنا أمرات بالطول في غراض، فرايط، مصاري، مفاتيح، هذا اللي موجود عندنا. الناس اللي عايشين للرب لما بتنبشهم بيطلع منهم الرب، بقعد يحكيك بحكيك عن الرب،
أنا مش عم بقول ما تفهموش أشياء تاني، لا، منيح تفهم بالسياسي، منيح تفهم بالطبيعة، منيح تفهم بال إيش بدك تفهم بالصنعة، مش غلط. بس لما بتقعد، هل الرب هو جزء من حياتك؟ لما نقعد نقعد مع بعض، منصر مع بعض ساعتين ثلاثة، قديش منجيب سيرة الرب؟ نعرف نحكي عن كل شيء، صرنا كلياتنا بروفيسورات بالتطعيمات، صرنا بروفيسورات بعلم الفيروسات، كل شيء بنفهم يا أخي، بنفهم بالتطعيمات بالفيروسات، وبنفهم بالسياسة، وبنفهم بالقانون، وبنفهم بالسفر، وبنفهم. وشو مع الرب؟ ما بعرف إذا كان نحكي عنه، ما بعرف إذا كان نحكي عنه. فلاحظوا، إذا بدك تفهم قديش إنسان قريب لله، أضي لك نص ساعة معه وسجل على ورقة برأسك أكم من مرة بجيب سيرة الرب. تعرف أصلاً قديش مشغول بالرب؟ تعرف؟ لأنه هذا اللي بيطلع منه. شو بقول الكتاب المقدس؟ من فضلة القلب يتكلم اللسان. شو يعني؟ يعني إيش موجود فيك هذا رح يطلع منك. فإذا أنت بتعبي قلبك بالرب وبكلمته، لما بتقعد رح تحكي عن الرب. أنا مش عم بقول لك تبدأ واحد يقول لك مرحبا تقول له أبصر شو لازم تتجنن الناس بأشياء، لا، بتحكي كلمة في مكانها أو مقولة في مكانها، شارك الرب اللي فيك. أو حتى لو ما وعظتش، ممكن أقعد أنا والأخت العامي، ما فيش حاجة أقعد أوعظها لأن هي مؤمنة، بس تعال نشوف هيك، تعال نشوف أنا وأخت العامي، حتى لو قعدنا وتسلينا وحكينا عن الطبيعة واحترنا لنا إشي بالتلفزيون بسطنا، بس كمان الرب جزء من حياتنا، بنحكي عنه، بنروح منزور إنسان. قديش من هذا الوقت أنا بقدر أشارك عن الرب، يبين إيش موجود فيه. فإذا بكل شيء بفهمه ما بفهمش بأمور الرب، علامة إن الرب مش هو اللي مسيطر علي. فبتلاقيني بفهم بمواضيع، بحكي بمواضيع، بل لما باجي لعند الرب ببدأ أتأتئ، لإني مش إيش مسيطر علي. الرب بده يعني ياخد يا كنيسة تعال نتميز. كل العالم بيفهموا بالفيروسات، وكل العالم بيفهموا بالكورونا، وكل العالم بيفهموا بالتطعيمات، كل العالم بيفهموا بالسياسي، بس قليل جدا اللي بيفهموا بالرب. وإحنا كنيسته، نحن مفروض اللي نعلنه، نحن مفروض نضيء، نحن مفروض. تعال ورجيك كمان في آية موجودة في، شوف وينك يا بطرس، بطرس الثاني الإصحاح الأول. كما أنا عم بقرأ الإصحاح الأول والآية 3، أن قدرة الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. يا رب أعطانا كل شيء بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة، اسمعوا، لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. الله أعطانا كل شيء لنصير شركاء الطبيعة الإلهية. مزبوط، أنا ما صرتش إله ولا رح أصير ولا مرة إله، بس في شيء من الإله في روحه بتشارك معاه. فالموضوع هوين، انت مش راح تتصنع القداسي، لا، لانه فيك شيء من القدوس نفخ فيك. انت لما بتمشي على الارض بديك تفهم انت ممثل لإلهك. هاي معناها نسعى كسفراء، انا سفير وانت سفير، انا سفير وانت سفير. تعرف ان السفير بيجيب العار لبلده شو بسوي فيه؟ بيروحوا على بلاده. نحن سفراء عنه، وعنا الطبيعة الإلهية قد وهبت كل ما هو للحياة، حتى نصير الشركاء لهي الطبيعة. يا كنيسة لازم نتميز زي ما يسوع كان بلا لوم، جسده بلا لوم، هذا معنى الكنيسة، جسد المسيح. إيش عم بقولكم أنا؟ مش هذا إشي إحنا بس لازم نعمله ودبروا حالكم. بالكتاب علمنا إنه هو بيعطينا القوة عشان نعيش هذا النوع من الحياة. شوف يهوذا 24، سفر يهوذا 24، لأنه صح واحد في آية 24 هناك، بقول والقادر
أن يحفظكم غير عاثرين. منتبهين؟ هو بيحفظنا. كيف يحفظك؟ بسيطة بسيطة. إذا أولادي بدهم يتخبوا من المطر لازم يجوا بقلب بيتي. بنفعش ابني واقف بالشارع وبقول لي يابا ليه بتغطينيش من المطر؟ تعال تحت سقفي. إذا بدك الله يحفظك لازم تكون تحت جناحيه، تحت ظله، تحت سقفه. إذا بتكون هناك هو يحفظك من كل شر غير عاثرين. مش بس هيك بقول، قال ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. شو يعني يوقفكم أمام مجده بلا عيب؟ يعني لما يظهر مجد الرب رح نوقف وإحنا فرحانين مبتهجين. ليه؟ لأنه هو حفظني. مظبوط، وقعتهم وقعتهم وقعتهم، بس بتطلع على حياتي أنا محفوظ. ليه؟ لأنه هو حفظ، هو ساعدني وقف عشاي. شنك بقدر أقول لا تشمتي بي يا عدوتي لأن سقطت أقوم. إذا سقطت أقوم، وإذا سلكت في الظلمة فالرب نور لي. ليه؟ لأنه يحفظكم غير عاثرين. مبارك اسمه، مبارك اسمه. طيب شوف تسالونيك الأولى الإصحاح 3 والآية 11. والله نفسه، هاي الآية بتذكر الرب كلمنا فيها أنا وكريستين لما كان عمرنا 18 سنة. هاي آيتنا، هاي أول آية لما قررنا أنا وكريستين نحب بعض. مش قررنا، قررنا نأخذ بعض. خلينا نقول احنا حبينا بعض، بس الرب وعدنا بهاي الآية. ها وين أنا بقرأ؟ 3:11. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم. اسمع الآية 12، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قدسيه. إذن هو إيش؟ يثبت قلوبكم. في شيء علي وفي شيء عليه. هو بقول لك يا بنادم أنا بديش ياك تعيش حياة القداسة غصب عنك، تعاني وتقطع حالك وإنت مش مزبطة معك. أنا بدي أقويك لأن أنا بدي ياك تعيش زي ما أنا بدي، بدي ياك تعيش زيي بلا لوم. طيب كيف بيقدر الرب يطهرنا؟ الرب يطهرنا بعدة أشياء، بس بدي أشاركهم بشيء واحد وهذا أنهي فيه. اسمعوا معي رسالة أفسس الإصحاح 5 والآية 25. أفسس 5:25. أيها الرجال أحبوا نساءكم، تخافوش مش هاي الآية، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها. يسوع المسيح أسلم نفسه لأجل الكنيسة لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء. كيف؟ بالكلمة. ليه عمل هيك؟ لكي يحضرها أو يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. تكون مقدسة بلا عيب. هذا اللي الرب يعمله، بيقدسنا بكلمته، بيقدسنا بروحه، بيقدسنا بعطاياه التي وهبت لنا لكي نصير شركاء الطبيعة الإلهية. تعال يا أخوتي نعطي فرصة للرب، تعال نعطي فرصة للروح القدس لكلمة الله اتقدسنا. تعال نعطيه فرصة تجعلنا متميزين، تجعلنا مختلفين، تجعلنا رجال ونساء مش زي تبعون الناس العاديين. لأنه ما في فضل، نحن دعينا أن نكون مميزين. تعال نعيش بهذه الطريقة.
أمين. نحن رؤوسنا ونصلي.